وسلم. فكرة اليوم اخواني ما يدرون عنها، كل واحد منكم يعطيني البوك او المحفظة حقته. انا هذه حقة المحفظة. ها ما معي انا هذه. ويش جبها؟ انا جايبها. ما جبتها. روح جبها، عاطني المحفظة حقتك يا دحوم. شوفوا يا اخوان فكرة الفلوق اليوم، هذه المحفظة حقتي. اوكي، هذه المحفظة حقت سعد. ماشي ماشي. وهذه المحفظة حقت دحوم. وهذه المحفظة حقت عبد الله. فكرة الفلوق اليوم، يوم كامل نتسوق بالمحفظة حقتك. لا يا ولد، قبل ما نبدا، قبل ما نبدا، هل انتم موافقين على الفكره ولا لا؟ وانت؟ انا والله خايف. انا جاوب خلاص. يلا وانت موافق على خفيف. بشكل عشوائي راح نختار محفظه واحده، والمحفظه هذه راح نتسوق فيها، بنروح المطعم، الكافي، نشتري بها اللي نبي. اوكي، وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، نون مسوين خصومات مرة رهيبة. طبعا تطبيق نون تطبيق معروف، تحصل كل شيء تحتاجه في خصومات بمناسبة اليوم الوطني، توصل 70%. بشوف اخواني ايش يحتاجون ونطلب. اول واحد راح يطلب دحوم، ايش راح تطلب؟ ابغى هذا دركسون مع جير. اوه حق بلاي ستيشن. ايه يلا. عبد الله ايش راح تطلب من نون؟ انا باخذ اليد هذه حقت بلاي ستيشن 5. والله الجديده. الجديده اوكي، ضفها لعربة التسوق. سعد ايش راح تطلب من نون؟ بطلب شاحن متنقل. أيوه. الكشتات قربت، يفيدني كثير ده. اوكي، ضيف العربة تتسوق. طبعا تطبيق نون تطبيق غني عن التعريف، في كل شيء تحتاجه. طبعا انا راح اطلب لي بعد برضو شيء، وخصومات طبعا الحقوا عليها، استغلوا خصومات اليوم الوطني. وهذه شنطة الظهر اعجبتني صراحة مرة، راح اضيفها لعربة التسوق. شوفوا يا شباب، نجي للزبدة، كوبون الخصم. طبعا عندكم 4 كوبونات خصم، كل واحد من اخواني عنده كوبون خصم. كوبون الخصم حقي سعود 2 يخصم لك 10% كحد اقصى 50 ريال او درهم، ولا تقدر تستخدمه بدل مره 3 مرات. وهذا هو الكوبون الخصم حقي سعود 3، وهذا الكوبون الخصم حقي سعود 4، وهذا هو كوبون الخصم حقي سعود 5. فلا تنسون تحملوا تطبيق نون من الرابط الموجود تحت في الوصف، وتستخدمون كوبون الخصم وتستغلون الخصومات بمناسبه اليوم الوطني. وكل عام والوطن بخير. ونكمل فلوق. يلا بسم الله. الله، هذه المحفظة حقتي، هذه الفلوس اللي فيها. اوكي، 50 ريال و500. حلو، 500 لو جاء علي الدور. والله خلينا نشوف المحفظة حقتكم، هذه حقت مين؟ انا. تعالي. لا يا الله، 500 يعني اني صغيرة فيها 500. حاطها هنا، هذه حقت عبد الله. اوكي، دحوم دحوم 500 ريال بعد. ساكت الولد. والله والله انتم يا ولد طلعت. خلاص خلينا نختم. لا باقي انت. كمان يرحم يا شباب. شو حاط؟ وش ذي؟ في هلل ليلين. فكة ذي ولا ايش؟ وش جاي بنت سرقت ازعجتنا. خلاص خلاص، هاي فلوس هذا. والله بي حقة موية شيء. والله مشكلة هذا، انت يا رب ما يطلع. والله من مبسوطين. والله يا رب. طب مع بطاقة شيء؟ بطايقي. طيب في بطاقة صراف. اتمنى يطلع عبد الله مع 500 ريال مدين وسط. لا لا، انا اتمنى دحوم وانت. طيب بس ما حد يزعل. ها؟ اي بس وشلون تسحب؟ عشوائي. وشلون؟ يعني بحطها كذا وانتم تخربطونها وانا بختار. انت اللي تسحب؟ ايه. ليه انت؟ اوكي، تبي تسحب انت؟ ما يضمن. بس قبل ما نبدا لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. هذه طبعا حلقة جديدة من حلقة السيارة. ما اخترنا اسم. تكلم ايه. السيارة الجميلة. المهم بغض النظر عن اسم السلسلة، لا حد يزعل. طيب راضين عن فكرة التحدي؟ راضين. الهدف سعة صدر، ما حد يزعل. ها حلو. طيب يا شباب، هذه انت امسكها وخربطها علي، وانا بختار بشكل عشوائي، اللي اختاره هو اللي راح نتسوق بالمحفظة حقتي. يلا شوف، انا اسمع بخليها كذا في يدي. ها يلا في يدك. يلا يلا يلا. وينك؟ هذه وش؟ تعال تعال تعال. محفظة سعد. والله كنت متوتر. والله انا عرقت. محفظتي وينها لو سمحت؟ والله الفكرة هاي ممتازة. سمون
تشترون تشترون حال ترى تشترون تشترون بسرعه وش منشتري والله يا سعود درجه الحراره كم هذا يا شباب ما مع 15 ريال بنروح الصرافه لا سعود الا مع بطاق مع فوطه مسكين والله حلو الخطه يا سعود والله وشو بنروح نصرف بنروح نصرف صدق والله اي والله لا والله خير بيع 20 ريال خلاص لا يا حبيبي في انت بوكك في صرافه صح خلاص من حقنا نستخدمه منتهيه نجدده سعود والله ما اتفق قطع الماي يا سلام هذه بطاقه سعد معبوطه خلي تدخل في الصرافه ولا لا جعلها تدخل ما تطلع انا نصدم يا اخوي جعلها تدخل وما تطلع الا باذن الله كم نصرف نبي 1000 نبي 1000 لا لا 500 تغير صوتي ضحكتي خبط وش اللي 1000 ها يا سلام والله عرقت وش اللي 1000 لا لا بنصرف 500 400 او 400 اي نبغى نمر كافي ونبغى نمر مطعم نبغى نمر والله اشياء واجد بالنا اليوم كامل هذا يعني والله يوم جميل هذا وفيه ريالين معك صح بتشتري فيها مويه بعد لا هذه مويه شيء اذا ما معنا صرف طيب وصلنا الصرافه بنصرف 400 ريال معليش ها تفداكم يا سلام 400 ريال بالبطاقة حقته والله ما ادري ودي حر انا الصراحة ابي سكريم سكريم وانا بعد بس شف سم. انا ما ابي سكريم ابي اثنين اوه اثنين يعني من حقك تدلع يا ابوي خلى ثلاث من حقك تدلع يا ابوي من حقك يا ابوي للريح ما يقدر يسوي شيء بس يناظر ايه ترى نقدر نطلب لك اذا يعني رحمناك شوي وصلنا المحل ايس كريم كم تبغى انت انا ابغى واحد ود اثنين ايس كريم ليه خلي اخليك شوي انت ها وانا ابغى ايس كريم يعني كم ايس كريم يعني اربعة ايس كريم اذا تبون زيادة هذا البوك حق دقيقة ناخذ فلوس نبي الفكة ها اي الفكة انا ايس كريم تونا ما صرفنا ال 400 طيب هذا وش النكهة النكهة والله عاد كيفنا راح سعود فانيلا نبغى فانيلا خلينا نشوف جرب شوكولاتة لا لا ابغى فانيلا لو سمحت ابغى واحد اثنين ايس كريم بسكوت ايوه وواحد ايس كريم تويستر 11 ريال فكم فلوسك يا ابو وبعد باقي لنا 10 ريال من الفكه حقتك 400 خل 10 اسمع باقي 10 ايش ما اشتريت لي اشتري لك وشو اشتري اذا صرت مؤدب تاخذ فلوسي بعد شوف خليك كذا اربط الحزام ثم نجيك والله عتوني الحمد لله يعني احس اني وشتي ايس كريم والله الجو حار يا سعود اي والله حار يبي الايس كريم طلبنا الايس كريم وبننتظر الايس كريم يجي وناخذ هناك راح كراميل طلبنا والله نوعنا يعني والله انك تعرف يعني يحبكم قبلت التحدي ولا لا؟ قبلته بس تدري ايش الزين؟ مو بالطعم انها مو بفلوسك اي فلوسك لها طعم والله لها طعم غير ليش تصارخ؟ انت زعلان انت ولا احنا ما بسم الله عليك عادي يا اخي معها 500 وش طلبت انت؟ انا طالع نسيت طالب بسكوت واحد كوب ويعني انا ما اخذ فانيلا اخذ اثنين هذا والله بحظه وصل الطلب سلام وين ايس كريمنا؟ ترع ما انت اللي وصلت والله انا تسوي ضريبه انت ترى محفظتك ها؟ 400 100 100 100 400 ترى نهايه التحدي كل واحد بياخذ 100 كاش هذه وش الدفع عند حسابي والله التحدي ذا شوف اي يوتيوبر يسويه يحط حقوق حقوق حقت سود برادرز اول ايس كريم وصل هذا انا هذا ملعقه لا والله شو طالب ها شو طالب والله اثنين والله معليش شوف 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 سعود شوف الشوكولاته ليت حمص مختار بوك احد اي والله تبغون جزء ثاني ايه نبي بشرط 500,000 لايك والله من عيوني سوي زي ثاني تكفى والله لا سعود خلاص قل لهم اقنعهم سعود ما عاد نبي اقنعهم تكفون يا شباب والله قعدوا اخذوا مني 400 يا شباب خلوني انتقم خلوني ثواني شباب حرام والله ابي والله رحمت والله لو وصل 500,000 لايك بيسوي جزء ثاني لو وصل 400,000 لايك لا 500 ترى ما قصروا الله يسعد كل شخص ضغط لايك بالفلوج اللي راح وصلنا 300,000 معناته نقدر نوصل 500,000 اذا اقنعتهم تكفون يا شباب عشان الايس كريم بالله يلا طول ايس كريمي وانا خلاص ابغى ايس كريم انا بخلص الاول انا ما بالي يجي الثاني يعني ايش متحمس ذا والله رحمتك يا الله يا اخي وصلوه يا اخي هذا شكرا يا سلام يا بابا واحد
يقهر يقهر والله ما يسال 500 الف لايك والله يقهر هذا التحدي كل واحد يقبل اللي حط لايك يحط لايك ثاني بس ما ودك تقول لا عمك شو كملوا اسحب خله كذا كملوا والله ما تاخذ كملوا والله لا بالعافيه والله لا وما في جزء ثاني ها لا في جزء ثاني وصل 500 الف لايك بس يا رب يجي مره ثانيه خذ يا دحوم حقك خذه ايه حقي طيب اللي خذ خذ لا ياخذه عادي لا ياخذه فيكم الصيحه شوي انت اللي فيك الصيحه والله قهرني شوف 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 شو بسوي شو بسوي بروح الصرافه اصرف 500 ريال قلاسف حركتك قلاسف سود والله قلاسف 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 حتى عظه منه البسكوت ما خلاه بحاله 500 ريال الان عشان اعلمك كيف الحركات يوم فتحت الخشم هذه ايه وراها 500 حبيبي قلت قهرنا انت مسوي التحكم هنا في محفظتك كل امورك هنا والله لا صرف لا خلي بطاقتك صفر الحمد لله قبل شويه كان الايس كريم الحمد لله ولعل ذا شارك ما عليه ما عليه الان مش شيرنج نبي شيء مشارك اكل اكل شو له معنا ابوك حقك زيد انت شوف عاد شوف ترى انك كنا رحمينه وبنعطيه لكن تدخل اي والله اي والله لازم تندم عليك صراحه انا اوريك الان بنروح نطلب اكل انا واخواني طبعا بفلوس الرجال وبعدها ناكل مع بعض كلنا لا لا بعدها في لسه ما خلص اليوم باقي لا لا نبي سعود اطلب لي مويه تجيب واحد مويه واحد مويه وعطي هذه هذه وش هي وينجز نبيها وينجز ايش اسمها بس وينجز 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 بوغ لا تضحك معنا ترى بفلوسك تنسى انا منقهر شوي والله البوك حقك يا اخوي حاشر كل شيء فيه احسن له دخل ايش اسمه ايش تقول ما ادري احسن انه طلع انت اسمع ضربي ناخذ مع نقط يطلع فيها اثنين نقط وذا وانا ابغى موي وبيبسي لا انا بي صدق والله ابغى مشروب ميرندا الو في ميرندا برتقال انا معليش على لا لا ميرندا ركزة الفلوس والله معذر بينه وبين الديو حلو 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 ميرندا وانجز لي حق الذا وانجز ونقط نقط هات تنزل نقط والمويه شي مو والله ناس ابوي والله عطى حجم كبير حجم يرحم هذه بتجيب فيها مويه هذه مويه عمي مويه مويه وعند انت بطاقه ثانيه صراف اوكي حجم كبير هذه خلها يا ابوي عاد ها اقعد هد انت هد الرتم هد انت والله اتوقع ما يوصل 500 الف لايك لا ان شاء الله يوصل وانتقم والله يا ويلك طيب ايش ترى يمكن يجي مره ثانيه لو تسوي تقلب على ذا انت اول واحد ماني استاوي بس وينجز والله لاكلها المره الجايه اوه هذه لوحه تتغير اوكي طلعت وجبه ثانيه اوه ب 30 ريال اوكي اللي تسوي ب 8 ريال هذه ب 30 30 احسن ولا إيه بس يعني مو شيرنج لا ما نبي 30 ما راح تاكل انت لسه تاكل ايس كريم لو سمحت بس حجم كبير نبي يعني كم يصير 35 حلو كويس والفلوس وين؟ اوه عندهم دونات والله يبيلها بعد والله دونات والله لا لا ما يصلح تكون محلين لا مو حبيبي مالك دخل انت حتدفع بس والله ترى يطلع الطعم مو بزين لا 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 انا احب اكل كذا في 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 مشروب بارد ايه واثنين نجت كم قطعه؟ ايه ابغى واحد سفن سفن وواحد سفن اب وسط كله وسط خلاص شكرا وين البوك؟ ابي ابي لا والله لا رد عليك والله يا سعد ليش تاكل ايس كريم؟ تاكل سفن اب ابي ابي تاكل ايس كريم ابي حمضيات ليش تاكل ايس كريم؟ اوكي دفعنا اهم شيء سعود لا تنسى كم وينجز حقتي كم حساب؟ الحساب والله ما ندري ما عاد نحسب لا تحسب شو ولا تضايق نفسك شو لا تحسب 49 بس تحط البطاقه وتمشي ايه على طول سهله مره طيب لحظه ال 400 ذي وش فايدتها؟ ال 400 قلت لك بالاخير كل واحد 100 ريال توش يا ابوي وامشي طيب 100 100 100 بقي 100 لا اصبر خليك شوي في شيء بنفاجئ ما يدري وش هو وشو 100 ذي بنسوي فيها شيء جباري شيء والله خلنا ناكل بس شوي نعبي البطن يقهر ثم نتفاهم معك وصلت المشروبات امسكه شباب لا يلقط شيء امسكه سبي حقي المرند حقي يا سلام افتح افتح خلنا ناكل العب 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 مسافه ريحة حلوه يا ادري الله لا يلا يلا السفره انظر الى هذا هذه اللي يسميها الوينجز لا 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 خذ خذ خذ
هلا 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 هلا. وين البوك البوك؟ سعدت والله رحمتك. خذ الميرندا خذ الميرندا. تستاهل تستاهل والله. والله انا ابو ميرندا قابلت ترى تو نتهاوش عن الميرندا. والله انا اشتهيت بيبسي شوي مع الوينجوز. خذ 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 حبه خذ رحمتك خذ. خذ حبه. خذ من دي ولا من دي؟ خذ هذا هذا. هذه؟ ايه. وخذ هذه من ورا. يرحم يا الله. مع انك ما عطل السكرين تو بس خذ هذا يلا. ها؟ انظر. يرحم شوف يا الله رحمتك. يلا. ايش في؟ ما حلالي حتى العاد رجع رجع حقا ذا الخطة يسويها من بداية السلسلة حلالي ذا قلت لك لا تعطيه والله بيسوي ذا الحركات غله غله حلالي انا اعلمك كيف شفت السيارة هذه حقتي؟ بروح لهنا ذا اغسلها على حسابك ليه نظيفة؟ بغسل والله بغسلها ها عب بنزين ذا شو ذا شو وببعبي بنزين فل على حسابك يعني اقل شيء اقل شيء 200 ريال احنا عرمه تسكريم وذي ليش تاخذون استدان وكاسر كاسر ذا الحين كاسر الكوب عشان خله 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 ايه سعود عشان اذا انكب نغسل السياره ما راح نخسر شيء يا سلام بنروح الحين المحطه تلذذ تلذذ يا سعود نغير ال مش نغير لا مش نغير كبرات ذا الحين نغسل السياره ونعبي بنزين فول على حسابه في ما ناكل كي وصلنا للمغسله خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد الله الله يا أخي ياسين البلاش ترى هذا بفلوس فلوسي هذا تعال تعال موت تعال موت الغبار الغبار يلا 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 شوف الفساد علينا أيوه الله ترى هذا بفلوسي بلاش بلاش الله يا أخي والله الحمد لله أكلنا غسلنا السيارة ما شاء الله ملك الحمد يعني الحمد لله على النعمة والحمد لله على نعمة الحظ طب سعود تقدر توقف هنا وتعطيهم 20 ريال ونمشي لا لا خلي يكمل 40 ريال نبغى سعود اذا رجعت راح وسع بنزين تغسيل السيارة باقي على حسابه والله وراك تقولها كذا مبسوطي والله على حسابك الحين وش الحين ايش دار ايش الحين اتوقع بعد شوي الصابون ولا لا لا او من يوم بدا يتنافر اي بدا يخاف المتابعين يدري والله يا المتابعين قويين بيوصلون 500 لايك طيب ايش فيكم كنا انا ترى انت معنا وذا طيب معنا ما أدري. ويمكن ذا الفرحان ياخذ مره ثانيه لا يعني. لا ممنوع طيب هذا مو بقالك عب بنزين إيه؟ صاحب الافكار علمه والله لا يجتهد وش بتسوي عطل الافكار مثل ايش لامبورغيني ما في تمح الالعاب حياك الله اوه صابون الله طيب يا شباب في هذا الفلوق استمتعنا ان شاء الله انكم استمتعتوا استمتعنا خلاص خلص اليوم خذ محفظتك شوف كم باقي فيها كم وش ريالين الحمد لله الله يعطيكم العافيه شكرا هذه بحطتها بوكي شباب كل واحد 100 100 100 100 100 جيب بوكي وانا مع 100 والله شوف اطلع 200 للامانه بس ترى على سعود جبها لا ما نرضى والله صراحه حركه مو بزينه انا مو بحركه جيب هذا عشان ترى ياخذها هو جبت حم مع 200 عط عط سعد ايوه هذا العدل عطني اياه وافصل بينكم خلاص يلا امسك خذ 100 ريال حقتك اصلا شفت شلون يا شباب اذا وصل هذا المقطع 500 الف لايك بنسوي جزء ثاني باذن الله يا ويلي ويلا فلا تنسوا زر اللايك ونشترك في القناه ان شاء الله عجبتكم السلسله هذه وشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي اوه